زي ما قلت لكم، زي ما شرحت لحضراتكم، جزء بتاع غسيل الرادياتير الدوره الكامله كل داخله الصيف مهم، ومهم جدا. الجزء الخاص بالجراكن المايه الخضراء سواء كانت خضراء او حمراء مهم، ومهم جدا جدا. ما تسمعش الكلام لاي حد يقول لك يا عم دي عربيه قديمه حط لها ميه من الحنفيه، الكلام ده غلط وغلط جدا جدا. لازم تحط الميه الخضراء سواء كانت العربيه جديده او العربيه قديمه. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ معاك احمد كامل من وورلد اوتو. خلاص يعتبر احنا دخلنا في الصيف والايام الحر، كل سنه وحضراتكم طيبين. وكتير مننا بيعاني بخصوص الرادياتير والسخونيه بتاعه العربيات. من اهم الحاجات اللي موجوده في العربيه وتعتبر هي الرئه او الجهاز التنفسي للعربيه هو الرادياتير، والمحافظه على الرادياتير وغسيل الرادياتير وميه الرادياتير. هنتكلم مع حضراتكم دلوقتي على شويه نصايح واحنا داخلين الصيف. كل دخل الصيف زي ما انتم عارفين كده تلاقي عربيات راكنه على اليمين وفاتحه الكبوت وتلاقي تحتها ميه قد كده. ده يرجع لايه؟ ده يرجع للاهمال وعدم صيانه العربيه للموضوع ده بالذات. من اهم الحاجات اللي موجوده في العربيه هو الرادياتير والمحافظه على الصيانات بتاعته. مش عيب ولا هيقل منك سواء انت تكون معاك عربيه زيرو او غير عربيه زيرو ان انت تبص كل يوم على الميه بتاعت الرادياتير. العربيات اللي مش موجود فيها مصفحه من تحت عرضه انه يخش من تحت قطه، يخش عرسه، يخش اي حاجه ايا كانت تبهدل لك اي حاجه جوه، او ممكن تكون هي نايمه او قاعده عند سير من السيور وتدور وتلف السير على القطه فهيبهدل لك الدنيا. فمش عيب او فيها اي مشكله ان انت تفتح الكبوت قبل ما تدور كل يوم الصبح، تبص بصه كده على الموتور بتاعك، تبص بصه على الميه بتاعت الرادياتير سواء كانت العربيه زيرو او غير الزيرو. اهم حاجه بقى كل دخلت صيف ان انت تروح عند الراجل اللي انت بتتعامل معاه على الرادياتير يفك لك الرادياتير، تعمل له غسله كامله كل سنه، تعمل له غسله كامله. غسله كامله ان انت تفك الرادياتير ذات نفسه، وبيتغسل بميه النار وبيتغسل بالصابون وبيتغسل بكل حاجه انت واخد بالك، انت حرفيا بيتنقع وبيتفك، ولو في اي طين من جوه او في اي شوائب الكلام ده كله بيتغسل. الدوره اللي مش كامله او الغسله مش كامله الرادياتير بيبقى راكب زي ما هو، وبيفك بس الخراطيم بتاعه الرادياتير وبيغسله لك، او بيحط خرطوم الميه في الرادياتير وبيعمل غسيل للدوره بس مش كامله. الكامله ان هو يفك الرادياتير ذات نفسه. وانصحك ان انت كل دخل صيف على شهر 4 او شهر 5 الشهر اللي احنا موجودين فيه ان انت تفك الرادياتير ذات نفسه وتعمل له غسله كامله. دي نقطه. النقطه الثانيه ميه الرادياتير. ما تسمعش كلام لاي حد يقول لك يا عم الميه الخضراء هي هي ميه الحنفيه والميه الحمراء دي ملهاش اي لازمه والكلام ده كله بدع وحاجات ملهاش اي 30 لازمه. لا، الحاجات ديت هي لها لازمه. الحاجات ديت بتحافظ لك على السخونيه بتاعه العربيه. الحاجات ديت بتمنع الصدأ اللي بيبقى موجود في الرادياتير. فانصحك تجيب الميه الخضراء تحطها للعربيه سواء كانت العربيه بتاعتك قديمه موديل تسعينات او موديل الفينات، هات ميه الحمراء او الميه الخضراء. الموضوع ده مفيد جدا للرادياتير ومفيد جدا للصدأ وعدم وجود صدأ للرادياتير بتاعك، وتحافظ معاه على العمر الطويل. فما تسمعش الكلام لحد يقول لك تحط الميه بتاع عم انت العربيه بتاعتك قديمه فحط لها اي ميه وميه حنفيه الكلام ده كله، الكلام ده كله مش صح. انت لو حتى جربها انت في مره اغسل دوره كامله للرادياتير بتاعك وهات لك جيركن، مش هتخسر لو جربتها مره. انا بتكلم على العربيات القديمه، كده كده العربيات الجديده هي بتتحط لها ميه خضراء او هي جايه فيها ميه خضراء. بس انت هات الرادياتير بتاعك اغسله الدوره كامله وهات لك جيركن حطه. انت وانت ماشي في الطريق هتشوف انت بنفسك، هتشوف امبير الحراره وهو بيطلع وهو بينزل، العربيه هتسخن زي الاول ولا الموضوع ده ملوش اي لازمه. طب انا يعني مش كل شويه اروح اجيب جيركن ميه خضراء يا عم واقعد كل شويه ازود والكلام ده كله، هيبقى تكلفه اقل جيركن داخل في 150 160 جنيه، فلا الموضوع دوت مش هيبقى كويس بالنسبه لي احط لها اي ميه. البديل للكلام ده كله ميه الحنفيه دي كده اركنها على جنب، دي مستبعده، اوعى تحطها او اوعى تفكر فيها. طب البديل ايه؟ ميه التكييف. الميه اللي بتنزل من التكييف وهو شغال الميه دي ممتازه احسن 100,000 مره من اي جيركن لون احمر او اي جيركن لون اخضر. انت تجيب جيركن وتعلقه في جيركن الفايض من التكييف او الميه اللي بتنزل من التكييف وعلقه، خلي الميه بتاعت التكييف تنزل جوه الجيركن دي. الميه ديت ممتازه وكويسه جدا جدا للرادياتير بتاع العربيه. ده البديل الامثل للميه الخضراء او الميه الحمراء للرادياتير بتاعك.
انصحك بشده ان انت تغسل الرادياتير كل دخله صيف. الموضوع دوت هيفرق معاك جامد جدا. لا قدر الله العربيه لو جابت معاك وش سلندر، شوف انت هتتكلف معاك كام. 150 جنيه اللي انت بتتكلم فيها في الجيركن اللي انت هتجيبه للرادياتير بتاعك هيوفر معاك اضعاف اضعاف. العربيه لو لا قدر الله حصل فيها اي مشكله، الموضوع الصيانات الدوريه ما تستناش لحد ما العربيه تيجي ميعاد صيانتها علشان تبدا تروح ان انت تعمل لها صيانه. بدر الموضوع دوت، العربيه بالبلدي كده مش هتهينك، مش هتقل منك وانت ماشي على الطريق، كفايه البهدله اللي انت هتبقى فيها. موضوع مهم جدا الصيانات بتاعت العربيه والمحافظه على صيانات العربيه. امبير الحراره انت وانت ماشي الطبيعي ان هو بيبقى لحد النص في الصيف، انت او غير الصيف هو الطبيعي بيبقى لحد النص. اول ما يعدي معاك بشرطه، يعدي معاك بشرطتين، اركن على جنب وبطل العربيه على طول، انت كده عندك مشكله في العربيه. امبير الحراره لما بيعدي معاك شرط او اتنين يبقى كده في مشكله، ممكن يكون بقى ميه الرادياتير قلت، ممكن يكون في تسريب في الرادياتير، ممكن يكون في حاجه في المواسير، ده لازم يكون فيه مشكله. المشكله لو كررت معاك يبقى اكيد في مشكله في الرادياتير او الميه بتاعت الرادياتير نقصت. وطبعا زي ما انتم عارفين هي حاجات اساسيات بس برضو نقولها في الفيديو. اوعى لو الحراره عديت معاك زي ما انا بقول لك تنزل من العربيه تقوم فاتح وتقوم مزود ميه، اوعى. العربيه على طول هتجيب معاك وش سلندر، العربيه لازم تكون دايره علشان تزود لها ميه، اوعى تزود العربيه ميه وهي مش دايره، الكلام ده وهي سخنه. اوعى تزود العربيه، او انصحك برضو انت ما تزودش ميه غير وهي العربيه دايره، في كلتا الاحوال سواء بارده او مش بارده، خلي العربيه معاك دايره وزود لها ميه براحتك، الكلام ده هيبقى كويس وهتحافظ على الرادياتير بتاعك. دلوقتي احنا بنشرح مع حضراتكم جزء عملي للجزء اللي انا شرحت لحضراتكم عليه. اي عربيه سواء عربيه جديده او قديمه الجزء بتاع الريداتير ما تفتحش القربه بتاعته خالص ولا تزود لها ميه، سواء كانت العربيه بارده او مش بارده مالكش دعوه بالجزء بتاع الريداتير. طب انت بتزود ميه منين؟ بتزود الميه من قربه الميه اللي موجوده هنا، بتفتح لو الميه ناقصه سواء عربيه جديده او قديمه، الكلام ده كله لو الميه هنا ناقصه بتقدر تزود الميه، والميه بالخراطيم اللي موجوده هنا لو الريداتير الميه اللي موجوده فيه نقصت بيقدر عن طريق الخراطيم اللي موجوده معاك في العربيه. تعالى كده زوم مع عمر، عن طريق الخراطيم اللي موجوده معاك في العربيه بتوصل للرادياتير وبتزود لها ميه اوتوماتيك. وعندك هنا يا عمر وكده زوم، عندك هنا الفول، يعني انت العربيه معاك هي كده مظبوطه، الميه اللي موجوده فيها ما تزود لهاش ميه. طبعا بيبقى عندك في كل عربيه برده سواء جديده او عربيه قديمه او موديل القديم يعني بيبقى موجود في القربه معاك الحدود بتاعه الميه بتاعتها، بتحط لحد فين بالظبط. فزي ما قلت لحضراتكم اوعى تفتح الجزء بتاع الرادياتير سواء عربيه جديده او قديمه، تزويد الميه بيبقى موجود معاك من الجزء دوت من قربه الميه، بتقدر تزود الميه. والجزء طبعا ده خاص بميه المساحات سواء كانت عربيه جديده او قديمه. زي ما قلت لكم زي ما شرحت لحضراتكم جزء بتاع غسيل الرادياتير الدوره الكامله كل دخله الصيف مهم، ومهم جدا الجزء الخاص بالجراكن المايه الخضراء سواء كانت خضراء او حمراء مهم، ومهم جدا جدا. ما تسمعش الكلام لاي حد يقول لك يا عم دي عربيه قديمه حط لها ميه من الحنفيه، الكلام ده غلط وغلط جدا جدا، لازم تحط الميه الخضراء سواء كانت العربيه جديده او العربيه قديمه. طبعا لكل نوع عربيه بما يعني مثلا على سبيل المثال عندنا تويوتا كرول هنا دي مش ميه خضراء زي ما انتم شايفين، ميه حمراء. كل نوع عربيه بتختلف تقول لك العربيه دي يتحط لها ميه خضراء ولا ميه حمراء. العربيات القديمه حط لها اي حاجه سواء خضراء او حمراء، بس العربيات الحديثه امشي على البروشور او امشي على الكادروج اللي موجود في العربيه هيقول لك تحط لها مواصفه الجيركن بتاع الميه بتاعتها بتبقى عامله ازاي. كده احنا شرحنا كل حاجه مع حضراتكم. ما تنساش تعمل اشتراك الجميل بتاعنا في زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من الورلد اوتو بيج الفيسبوك، وبنحط اللينك بتاعها تحت في الديسكربشن، بيبقى عليه ابديت باسعار العربيات وبنتابع اخبار العربيات اول باول. تابعونا.